اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام اكدت مصادر اعلاميه متطابقه هدوء الاوضاع بمنطقه وسط البلاد بمدينه درنا صباح الجمعه عقب اشتباكات الخميس اوضحت المصادر ان المدينه شهدت اشتباكات وصفتها بالعنيفه مضيفه ان تعزيزات عسكريه جديده وصلت لميليشيات الكرامه اليومين الماضيين. قال الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي الجمعة انه قد يرسل احدث فرقاطه في البحريه الى المنطقه الواقعة قبالة سواحل ليبيا في مسعى لانقاذ ثلاثه من مواطني وكوري كوري جنوبي خطفوا الشهر الماضي من شركه النار الصناعي جنوب ليبيا كانت كوريا الجنوبيه قد حولت وفقا لما ذكرته وكاله أنباء الرسميه ينهب مسار سفينه تشارك في عمليات لمكافحه القرصنه في خليج عدن للمساعده في الافراج عن الاربعه الذين خطفوا قبل نحو شهر جنوب ليبيا قال دوتيرتي انه قد يفعل الشيء نفسه سيطرح المساله خلال اجتماع اعتيادي لكبار قاده الجيش والشرطه الاسبوع القادم طلب رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج برفع جزئي لحظر التسليح عن ليبيا دعم الجهود الليبيه بمجلس الامن الهادفه لرفع حظر التسليح عن كيانات امنيه تحفظ الاستقرار بليبيا وقال السراج خلال لقائه الخميس بوزيره الدوله البريطانيه للتنميه الدوليه بينالوب موردونت ان رفع الحظر مطلوب لتسليح الاجهزه الامنيه التابعه للحكومه المقترحه رحبت بعثه الامم المتحده للدعم في ليبيا بانجاز الانتخابات البلديه في الزاويه وانتخاب جمال بحر عميدا لها قالت البعثه في تدوينه على موقع فيسبوك ان مثل هذه الخطوات تشجع على توطيد الديمقراطيه في ليبيا داعيه في الوقت ذاته الى دعم هذه المؤسسه الشرعيه كي تتمكن من القيام بمهامها واداء دورها في تقديم افضل الخدمات لبلديه الزاويه، اما هنات البعثه اللجنه المركزيه لانتخابات المجلس البلديه على انجازها اول انتخابات بلديه في ليبيا في عام 18 و 2000 واختيار مجلس بلديه الزاويه، لهنا مشاهدينا ننتهي او نصل الى ختام هذا الموجز في امان الله.